على طاري الجيران وما الجيران، كنا في حارتنا زمان طبعا، الوالده مدرسه وصديقاتها في الحاره يعني يتعارفون وكذا. المهم انه على ايام البطاطس ذاك اللي تجي فيه بطايق قرب، بطايق ايام اللعبه الدائريه، ايوه الدائريه والمربعات السحريه ذيك، توصل بطاطس اي والله. المهم يا الربع، الشاهد الموضوع انه ولد جيران اسمه ريان، ريان، واذكر اسمه ما حتى نسميه ولد مالحه، اسمه ما مالحه اي بالله. ذاك اليوم قلنا له تعال، قال ذاك اليوم وقلنا له ذاك اليوم انا واخوي الكبير تعالنا نبي نسوي تحدي في بيتنا في الحوش. ايه عنده يا الربع ملزمه الاقلام كذا كبرى كلها مليانه بطايق سحوري والمربعات والدوائر الاشكال النادره اللي ما هي عندنا احنا فقراء شحاتين، قطعه يا مدري ثلاث. المهم نجيبه ونستدرجه ندخل البيت في الحوش ونقفل الباب تدريجه. اي بالله يا بني اخذوا البطايق. اي بالله ونلعب يا الربع، والله انها ست جولات او سبع يفوز علينا، خذ سبعين اللي معنا، احنا معنا عشر يمكن عشر مع واحد لا طقه كذا انقلب على طول. ايوه الحركه ذيك هو اخر الورقه الرابعه. ايوه البوب شل منا سبع، بقي معنا ثلاث يا الربع، احنا معنا عشر تقريبا انا واخوي، خمس خمس خلاص واحنا على اصابنا. المهم والله وديبان ويجيب الثلاث الباقيه، وطال انا واخوي خلاص الشيطان قده في عروق، ما هو يجري في عروق، انا قده يؤزنا از يلعب فينا لعب كذا. ونجيك اطلب رسالة، يجي احمد اخوي الكبير ويمسكه مع رقبته ويخنقه. اخذ ديون حق يلا واجي له ادمجه ادمجه واضرب، اقسم بالله ضربناه الين تسدح في الارض يا الرب، وشلينا منه البطايق كله، شلينا مقلميته ونشله نرجمبه مع الباب، اقسم بالله نسحبه وندفه ونقفل الباب وهو يتبكبك. اي بالله ونقعد الين العشاء تقريبا، هذه العصريه، ونقعد لين العشاء مبسوطين فيها، ونحطها عندنا في الدولاب ونقسمها عدد يمكن 100 حبه، قسمناها 50 50 مبسوطين، كنز كنز يا الربع وقتها. اي والله لا تجي رحمه، الله يطول بعمره والديكم يرحم الميت منهم. امين. وجلدتنا جلد، رزقها بر، ضربتنا ضرب لين عضينا الارض اقسم بالله، وقدام عيننا كذا شلت البطايق، وجاء الولد امسك يا ريان خذ هذه الاغراض وسلم لي على امك ومدري ايش، قال ابشري يا خال ابشري ابشري، ونغبلنا بعدها معد خذ بالعشره العشره حقتكم بعد راح خذ لا اخذ كل شيء، فاحنا غبلنا، لا احنا اللي كسبنا ولا احنا اللي استفدنا، لا ذي ولا ذاك. على طاري البطاطس.